السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دول ايه ده؟ ايه اللي انت بتخبيه ورا ظهرك ده يا رمزي؟ لا مفيش حاجه دول والله، مفيش حاجه. مفيش حاجه ايه؟ ما انا شفت يالا اللي في ايدك التانيه. لا دي انا مفيش اهو. يالا الجواب اللي في ايدك ده جواب ايه ده يا؟ ما تحرجنيش بقى دوله بقى. ايه يالا بتبع جوابات غربيه يا ده رمزي؟ لا يا دوله استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني هو فيها ايه يعني؟ هو غلط ان انت تحب يعني؟ جواب ايه ده؟ لا يا دوله هو غلط لو انا يعني حبيته ما قلتلكش، انت اول واحد تعرف يا دوله. امال ايه يعني الجواب اللي في ايدك ده يا دوله؟ يعني الجواب ده يا سيدي بتاع اللي هو المسابقات بتوع اليومين دولت كده، فانا بحل وببعت. يعني مسابقات؟ بتبعت لمسابقات يا ده رمزي؟ ده من زمان قوي قوي يا دوله، ده من ايام بمبم. ومن ايامها بقى ما كسبتش لغايه دلوقتي؟ تخيل يا دوله، مش عارف انا ايه الانتهاض اللي بينتهضوا لي ده اهو. طيب ومين اللي بيحل لك بقى المسابقات دي يا رمزي؟ طبعا انا يا دوله. ما بتستعينش باي حد يعني خالص؟ وعشان كده ولا مرة كسبت. طب ونفسك يعني تكسب كام يعني يا رمزي؟ مليون جنيه. مليون جنيه؟ طب ولو كسبت المليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ شوف بقى يا سيدي، أول حاجة هعملها إن شاء الله هقوم شاري بازار زي البازار بتاعك ده بالظبط. بازار زي البازار بتاعي؟ وإيه كمان؟ واشتري كمان يا دولة بيت زي البيت بتاعك بالظبط، عشان بقى أبطل نوم البازار ده أهو. وكمان بيت زي بيتي. وايه كمان؟ وعربيه تكون شبه عربيتك وزي عربيتك دي بالظبط بالظبط يا دوله. ومش عايز بقى ام زي امي ولا حما زي حماتي بالظبط برضو؟ لا يا دوله، هي المليون جنيه يعني هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه يا عم؟ رمزي روح على المخزن نظفها. رمزي شوف شغلك يا ابني. ليه دوله؟ ما شوف شغلك يا رمزي. حاضر يا دوله. بتعمل ايه يا دودي؟ زي ما انت شايفه يعني هكون بعمل ايه؟ اصل انت مش عادتك يعني تقرا الجنون قبل ما تنام. بشوف يا ست الاعلانات بتاعت المسابقات. الا قولي لي يا رانيا، انت لو كسبتي مسابقه مثلا وفزتي بمليون جنيه تعملي ايه؟ مليون جنيه ايه ده؟ انا لو اشتريت شويه مكياجات على شويه ملابس على شويه جزم كده المليون جنيه هتخلص عادي يعني. يا درجات الحاجات غليت. طب ما تقولي لي يا ماما زود لك المصروف. ايوه بس انت بتسال ايه يا بيبي؟ مفيش، اصل الواد رمزي مقدم يعني عشان يخش مسابقه ونفسه يكسب مليون جنيه، بس الغريب بقى هو بيفكر ازاي وبيحلم بايه. ايه بيحلم يا ستي؟ انه يشتري البازار بتاعي. البازار بتاعك؟ اخس علي الواد رمزي ده على فكره بقى، ده عنده تطلعات مستقبليه تصاعديه، راس ماليه، وعنده رؤى مستقبليه كادحه، ولعلمك انا قلقانه منه. ما انا كمان برضو قلقان منه، بس هنعمل ايه بقى؟ يلا تصبح على خير. تصبح على خير. بونوي. يا دولة يا دولة، انت ايه يا عم؟ انت هتفضل قاعد كده هو يا دولة؟ انت فكرني ايه يا عم؟ تمثال ابو الرعد. رعد؟ انت مش رعد بس يا رمزي، انت دلوقتي بقيت رعد وبقيت برق. انت بالظبط يا ابني كانك بير كهربا وضرب عندي نوف في البازار. دولة انا عطشان، دولة عطشان. ميه ميه. لا ولا 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 ولا، انت اتجننت يالا؟ ميه اللي تشربها وانت معاك كميه الكهرباء دي كلها؟ انت عايز تضرب يالا؟ لا ما ينفعش تشرب بقى خالص. الو. ايوه ايوه حضرتك، انا عادل سعيد وكيل رمزي رجل الكهرباء. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك من قناه فضائيه يعني؟ لا معلش احنا ما بنعملش حوارات خالص. ماشي ممكن نعمل حوار بس بنطلب مبلغ كبير، يعني مش هنطلب اقل من 30,000 جنيه. موافق؟ طب حضرتك هتبعت لي 15,000 جنيه عربون على القهوه وتبعت لي معاه العقد بالمره. ماشي ماشي، مع السلامه. مع السلامه. يا دولة على طيبتك يا دولة. يا دولة دي كانت فرصتنا في ايدينا يا دولة، نلوي دراعه. كنت تطلب بدل ال 30,000 دولت 5,000. اكتر من بص يا رمزي، انا هديك ال 5,000 كلهم يا عم، ماشي؟ عشان انت بقى ايه تتولى صيانتك بنفسك. ربنا يخليك يا دولة. بقول لك يا دولة، خلي انت يا عم الحاجات دي معاك علشان بقى في الصيانه والامانات دي، علشان انا مش اسكت، مش انا امبارح الكابل الارضي بتاعي ضرب فقام وقف لي بقى الجنب اليمين ده كله. اللي انت بتشاور عليه ده جنب الشمال يا اهبل يا اهبل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه؟ انت في حاجه فصلتها من عندك ولا ايه؟ انا شلت المشوك اللي في المراخير. خلاص حطه في الودن، حطه في الودن وقرب يشحن. ماشي يا دوله، شكرا. دول مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ عادل وكيل رمزي رجل الكهرباء؟ انا عادل وكيل رمزي. حضرتك من انه قناه مال؟ قناه ايه يا فندم؟ معاك سامي شقلباص وكيل اكبر سيرك متجول في جمصه. وكيل السيرك؟ طب وحضرتك جاي تشقلب هنا ولا ايه؟ لا يا فندم، اتشقلب ايه، ده انا لسه حتى مخلص نمره القرد قبل ما اجي هنا على طول. وحضرتك اما دام يعني مش جاي تشقلب ولسه مخلص القرد، عايزين رمزي في ايه يجي مكان القرد؟ لا لا لا، رمزي بقى لا، احنا عايزينه في نمره تانيه خالص. حضرتك الاستاذ رمزي يعتبر ثروه قوميه، ما ينفعش يشتغل في السيرك اساسا. ليه يا عم بقى؟ ليه دول؟ بص انا عايز يا عم اعمل نمره مروج الاسود. الاسود يا كلوك يا هبل، انت عمرك شفت اسد؟ لا يا ادم، انت بتشوفه كل يوم يا هبل. ماشي اغلط اغلط فيه، خليه يشيل لك 3 4 حلقات. يا سلام يا سلام استاذ عادل، احنا عايزين الاستاذ رمزي يطلع على خشبه المسرح قدام الجمهور وهو لابس مايو احمر. هاي هتبقى رقصه بالكهرباء على رمزي. الله يدول الله يدول. رقصت ايه يا استاذ عادل؟ احنا هنقدم بيه نمره جديده خالص اسمها تكنولوجيا السيرك. الاستاذ رمزي هيطلع على خشبه المسرح ونحط على راسه وعلى رجله وعلى كتفه مجموعه كبيره من اللمبات، ويقعد على المسرح ويقول على كتفها ينور، على رجلها ينور، على صدرها ينور، هلي هب هلي هب. التكنولوجيا الحلوه دي قوي قوي دي. ده انا اللي هنور من كتر الفلوس. الا يمني يا استاذ، لا يمني على العربون والعقد. تحت امرك يا استاذ عادل، اتفضل. دول 5000 جنيه من اصل 30000 جنيه في الشهر، وده العقد يا فندم. بس معلش يعني هو مش هينفع يشتغل معاك طول اليوم، لان انت زي ما انت شايف كده بيشحن طول الوقت يعني. ولا يهمك يا استاذ عادل ولا يهمك، احنا ناخده منك 3 ساعات بس في اليوم. اوكي اوكي. سلام يا استاذ عادل. مع السلامة. الف سلامه. الف سلامه. سيبه يلا سيبه يلا سيبه يلا. ايه ده الراجل ده يا دولا؟ ده غريب قوي. السلام عليكم. تعالوا تعالوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالوا جايب لكم هدايا بقى جامده جدا. خد يا ماما، ده انت وسناء. يا حبيبي. خد يا حمادي، ده انت ورانيا. يا نجلاء، وده ليك انت بقى يا ياسمين. ايه ده يا ابي، معقوله عملت شوبينج كل ده؟ امال ايه، عملت شوبينج جامد جدا. البركه بقى في رمزي والاكتشاف العبقري بتاع رمزي. لا يا عادل، بس ده كتير كتير قوي يا حبيبي. والله يا ماما ما كتير ولا حاجه، ده على فكره ده جزء من الفلوس بتاعت العربون بس. تخيلي يا سلوم، يعني انت عايز تقنعني ان رمزي بالكهرباء اللي فيه جابت الفلوس دي كلها؟ حماتي، رمزي دلوقتي اصبح مثال للطاقه الكهربائيه في جمهوريه مصر العربيه. لعلمك دلوقتي ممكن يشحن اي حاجه، ده بيأجروه بالساعه. يا بختك يا عادل، يا بختك يا عادل، يا بختك يا عادل. اسمع بقى، زي ما هو قريبك هو قريبنا، وزي ما انت ليك فيه انا لينا فيه. لا ايه اللي ليك فيه؟ لا طبعا، الكلام اللي انت بتقولي ده حماتي. لا انا مش موافق، رمزي ده قريبنا وانا اللي استحملته الفتره دي كلها. يا ما كسر عندي في البازار، ويا ما تماثيل اتبهدلت، ويا ما زباين طفشت، جايين في النهايه عايزين تاخدوا مني رمز على الجهاز. لا، اللي هيقرب للرمز هقتله. سامعين بقول ايه؟ هقتله. بس يا جماعه، بس يا جماعه، ما تخلوش الكهرباء تعمل قفله بينكم. بس بقى بابا، انا عندي فكره. عايزه ايه؟ عندك فكره انت كمان يا ياسمين؟ ايه رايك نشوف عمو رمزي بيطلع كام كهربا ونقسمها علينا كلنا؟ بيطلع كام كهربا؟ والله دي فكرة، بس النسبة هتختلف. يعني أنا مثلا هاخد 90% من نسبة الكهربا. يا لولو. انت بكتير هتاخد 2% وانت 1%. خلاص خلاص، انا بقول لكم كده اهو، لان السبب بسيط جدا، ان انا احق واحد فيكم الرمزي. وبعدين الفكرة دي انت جبت. اثبت بقى، ما تغلبنيش، هربط لك دين بس. وانت ايه؟ انا مش بني ولا رمز. سيبه 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 سيبه. انت يا رمزي يعني وانت صغير كنت بني ادم زينا كده؟ يا مش فاكر يا دولا، لان كنت وانا صغير كنت ساعتها صغير فمش فاكر حاجه. يا سلام، وانت صغير كنت صغير، يعني مثلا ما كانش فيه بوادر ظهور، مثلا حوافر، فروه، ديل؟ كان في ديل يا دولا على فكره. كان في ديل وانا صغير، كان في ديل، بس ديل زغنطت زي بتاع المعزه كده، مش ديل كبير اللي هو بتاع الجاموسه. لا، وبعدين الحمد لله بقى خالته ام لبيبه شالتهولي بقى وانا صغير، والحمد لله ما طلعش لغايه دلوقتي. كده بقى شكوكي في محله. شكوكي ايه يا دولا؟ اسمه شكوكو، وبعدين ما كانش عنده محله يا دولا.
يلا انتهبل يلا مش فاهم حاجه يا عم مش اهلا 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا معلمين البازارات كلها. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. انا ولا رمز ولا رمز بسرعه روح على الكراسي يلا. لا انا بحب اقف ادول. اه مش هتقعد يعني. اهلا وسهلا. تشربوا ايه؟ احنا جايين نشرب. امال ايه جايين تاكلوا ولا ايه؟ لا احنا جايين لك في كلمتين وبس. ده تعمل لي فيها فؤاد المهندس الله يرحمه. عموما تقول كلمتين تقول ثلاثه تقول 10 ان شاء الله تقول الكلام كله براحتك. لا يا دوله ايه يعني هو لما يقول الكلام كله احنا بقى هنقول ايه؟ ما يسيب لنا كلمتين نمشي بيهم كده اهو. ولا انت متاكد ان ام لبيبه شالت الديل كله؟ بص يا عادل احنا قررنا نعمل رابطه بازارات. اه رابطه بازارات وجايين لي طبعا اكيد يعني عشان عايزين تنتخبوا رئيس الرابطه صح؟ مفيش غير المعلم تيتي هو اللي مرشح نفسه وبس. المعلم تيتي؟ معلم تيتي ايه؟ معلم تيتي ده ساقط ابتدائيه انما انا بقى ساقط دبلوم. خلاص رشح نفسك للمنصب وميبقاش في المنصب غيرك انت وهو وبس. عموما تيتي ده لو دخل قدامي في المنصب همسحه. دول هسيبهولي انا بقى وانا همسحهولك وانا بمسح البازار امبارح الصبح. عموما الانتخابات واللي هيقدم فيكوا افضل خدمات لاصحاب البازارات يبقى هو اولى بالمنصب. وفي مرتب ثابت لرئيس الرابطه 1000 جنيه مصري فقط لا غير لرئيس الرابطه. طب وانا بقى رئيس سكرتير الرابطه ملوش اي حاجه؟ 1000 جنيه فقط مصري لا غير لرئيس الرابطه وبس. عموما انا مش هممني موضوع الفلوس خالص لان احنا رجال اقوال وليس رجال افعال. ايوه وبعدين احنا ما بنفكرش غير في نفسنا وبس. على خير الله يبقى معادنا بعد بكره على القهوه عشان الانتخابات. ماشي عارف اتحضر ايه تفت؟ ايه دوله؟ قول دوله 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 حلاوته مش معقوله. دوله 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 حلاوته. يا جماعة يا جماعة الموقف حرج جدا وصعب جدا. أنا دلوقتي حاسس والله أعلم إن أنا مستهدف فلازم تقفوا جنبي يا إخوانا. فهمناك يا بيبي يعني أنت بتدور على الاستقرار الداخلي. بالظبط بالظبط يا رانيا أنت فهمتيني فعلا الاستقرار الداخلي. يعني مثلا التاريخ بيعيد نفسه يعني عندكم الزميل غاندي إيه سر نجاحه تفتكروا؟ عارفين إيه سر نجاحه؟ إيه دول؟ حب الناس ليه؟ انا عايزه اقول لك يا بيبي ان احنا قلبا وقالبا معاك وبنتمنى لك معركه انتخابيه موفقه. عادل جود 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 فيري جود لك. عادل دعيالك يا حبيبي من قلبي دعيالك. وان شاء الله الانتخابات اللي انت داخل فيها يا سي عادل دي واخد رمز ايه؟ انا ما رمز مش رمزي رمز شيء خالص يا حمار. انا واخد رمز المقاشه ان شاء الله لان بالرمز ده اقدر اي استطيع ان انا انزل واكنس كل المتسابقين اللي قدامه وقوتيتي بس اكنسه اكنسه. حط مقاشه على مقاشه دول حبيبي دخل العشه. حط مقاشه على مقاشه. السلام عليكم. وعليكم السلام. خدي يا سماء عندك شوية فاكهة هم وضبيهم بقى عشان ناكلهم بعد العشاء إن شاء الله. وفي كلام على فكرة بقى على نص بطيخة. سبحان الله أنت عيان ولا إيه؟ ده أنت بقالك سنة ما دخلتش عينة بنص كيلو سفندي. نص كيلو سفندي؟ مش عادل سعيد يا ماما اللي يمشي في الشارع ومعايا سفندي وبزر وقشر والكلام الفارغ ده. يا ابني أنت فاهم الفاكهة غلط. يوسف أفندي ده مش شتيمة ده ابن عم البرتقان. إيه بتهدديني يعني بقرايبه؟ لا طبعا مش أنا اللي أتهدد من يوسف أفندي. واضح كده يا ابي ان الغزاله عندك في فورمه عاليه قوي النهارده. انا صراحه النهارده يعني مزاجي عالي جدا فعلا. طب ما تفرحني يا ابني فرح امك حبيبتك. اخيرا يا ماما اخيرا. شوفي بعد عناء قد ايه اخيرا دعاكي جاب معايا نتيجه الحمد لله. يبقى اكيد 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 بعت راس قرون توت عنق امون. ده ايه ده راس قرون توت عنق ده ايه؟ اله اله المذبح مثلا عند قدماء المصريين؟ لا 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 كل ما في الموضوع ان رمزي اخيرا الحمد لله خد اجازه اسبوع 4 ايام. ايه ده ايه الاسبوع المتسربع ده؟ في اسبوع 4 ايام بدل 7؟ ما من وجهه نظر رمزي كويس قوي ان هو طلعهم 4 ايام. المهم ان هو خد اجازه وانا خلصت اخيرا بقى هفوق لشغلي وهكسب بقى هكسب. ازاي بس يا عادل تعمل كده في رمزي؟ حرام. ومين اللي هيساعدك؟ وبعدين ده دراعك اليمين حرام. انا لو ده دراع اليمين ده نقطعه. وبعدين انا مش عايز اي حد يساعدني انا اقدر اشيل البازار كله لوحدي عادي يعني. يا ابني الشغل عليك هيبقى كتير وبعدين رمزي بينفع اهو بيكنس وبيمسح وبيكسر. لا انا مش عايز حاجه من رمزي. وبعدين هو قال لي انه هيبعت اخوه فهمي يعني يقعد مكانه على ما هو يرجع.
فهمي ده اللي كان في بلاد بره وايه اللي رجعه فجاه كده؟ اكيد في بلاد بره اكتشفوا ان هو غبي فمشوه من عندهم، يعني هو بلاد بره ناقصه. بما ان احنا قرايب واصدقاء من واحنا صغيرين، يعني تسمح لي يعني ممكن ابقى اشتمك واضربك زي رمزي كده؟ لو في اطار الصداقه زي ما انت بتدعي عادل اوكي، يعني تشتمني اشتمك، تهفني بالقلم اقوم هفك بالشلوط. تضرب مين يا؟ بيقول لي ياض اقول لك ياض، فبلاش يا عادل ننزل المستوى المبتذل ده، ها، وتكون العلاقه ما بيننا فجه فجه. معاك فجد عشرة؟ ايه انت هتمشيها مير يعني؟ ماشي نمشيها مير خلاص. بالنسبة بقى للمشاريب الحساب انجليزي، وكل واحد على حجر ابوها معلم. بغض النظر عن التشبيه الفظ اللي انت بتقوله دوان، فاوكي انا موافق، تعالى بقى نتحاسب. نتحاسب قوي قوي. انت ليك عندي كل يوم علبة كشري، ودي بتعتبر فطارك وغداك وعشاك غير التلات كوبايات شاي. اولا يا عادل الوجبة دي حقي نتيجة مجهودي وفق عدد ساعات العمل الرسمية اللي محددها القانون، يعني انا ليا عندك 10 جنيه في اليوم. 10 جنيه؟ ايه 10 جنيه دي؟ لا رمزي كان ارخص بقى. بليز عادل، لاخر مره بقول لك رمزي شيء وفهمي شيء تاني خالص، واذا كان رمزي بطبته وسذاجته بيسمح لك انك تستغله فانا نو. طبته وسذاجته انت عايز ال 10 جنيه؟ اتفضل يا سيدي ادي ال 10 جنيه، ومش عايز بقى اي وجع دماغ بعد كده. اتفضل. يا ترى انت عامل ايه دلوقتي يا رمزي؟ مالك يا حبيبي؟ مالك يا عادل؟ ما انت لسه كنت من شويه منشرج الاسارير. اسارير؟ بقول لك ايه، انا مش طايق اي حد يتكلم معايا كلام مهم ومجعلص كده. انا بقول لك اهو. طب بص يا بيبي، فضفض فضفض يا حبيبي، الفضفضه اللي هي المعتاده. فضفض يا حبيبي، هل هناك في حياتك اي مطبات انسانيه؟ مطبات ايه؟ انا قلت الواد رمزي ده لما يمشي خلاص الحياه هتزدهر، اتاري كل دي احلام واوهام. طب ما هو طبيعي يا بيبي، لان صخره الواقع دائما بتبقى ملهاش اي علاقه بامالك الانسانيه. امال ايه؟ فهمي حطم لي كل امالي. ايه ده فهمي، اخو رمزي جه اشتغل عندك خلاص؟ اه للاسف جه، ويا ريته ما جه، عامل لي فيها ذكي البيت. الله، طب ما دي حاجه تبسطك يا ابني ان هو يبقى ذكي. لا طبعا ما تبسطنيش، لانه بيتدخل في كل حاجه، وما تقوليش كذا وما تعمليش كذا وما تشتمنيش، عامل لي فيها انسان. عادل لو سمحت، اي انسان في الزمن ده من حقه يبقى انسان. بقول لك ايه، بطلي شغل حقوق الانسان ده، ما باكلش معايا، انا ديكتاتور العادل، ما ينفعش اي حد يتدخل في شغلي، ما ينفعش اي حد يقول لي رايه والكلام ده. انا ديكتاتور مش بس في البيت، في البيت وفي البازار كمان. عادل حبك للسلطه ده هيجننك ان شاء الله، وفي يوم من الايام يا عادل يا سعيد هتصحى تلاقي نفسك لوحدك. انا العقل المدبر، ولازم اكبح طموح اللي اسمه فهم ده واكسر نفسه زي ما رمزي كان بيكسر لي التماثيل. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت قاعد على مكتبي ولا ايه؟ يا عادل دي ضروريات شغل علشان اعرف اشتغل على اللابتوب بتاعي وانا بشرب النسكافيه واعيش مود الشغل، وانا بعمل لك حسابات البازار ما تنساش. وعشان تعمل الحسابات يعني تاخد مكتبي؟ اوكي عادل، عايز المكتب بتاعك؟ ماشي اعمل لي مكتب لوحدي، او اقول لك اقعد انت مكاني واشتغل على اللابتوب. تعرف؟ تعرف؟ لعلمك انا التوب بتاع البازار ده، تقول لي لابتوب ومش لابتوب، هات هات اوريك انا اشتغل ازاي. اوكي. ايه ده انت شلت الفيشه؟ بطل الحركات دي عشان تفصل لي بقى اللي هو اللابتوب ده يعني، وانا ما اعرفش اشتغل عليه. يا عادل افهم، اللابتوب ده ما بيطفيش علشان الفيشه، ثانيا انت اتمسكت ان المكتب ده بتاعك، فانا من حقي ان اتمسك ان اللابتوب ده بتاعي واشتغل عليه براحتي. طب بقول لك يا فهمي، ما تسيب لي لابتوبك وانا اسيب لك مكتبي. اوكي عادل، بس اعمل بس تشيك على الايميل بتاعي وبعدين ابقى اسيبه لك براحتك. انت عندك ايميل؟ انت اكيد بقى جايبه من بره، بيبقى ارخص من هنا بكتير. ايه ده عادل، انت ما عندكش ايميل؟ لا ما انت عارف انا اصلا يعني زوج واب، ومعقوله يعني اصرف فلوسي على حاجات زي كده يعني؟ ممكن اشتري لعلمك، ده سهل جدا اجيب ايميل. بس افرض مثلا بنتي ياسمين احتاجت حاجه، ماما احتاجت دواء، وعلى راي المثل اللي يحتاجه البيت يتحرم على النت. مش ممكن، مش ممكن، انت فضحتنا خالص، انا مستغرب ازاي انت تكون انت ابن عم. انا يعني ايه ابن عم؟ انت ليك الشرف ان انا ابقى ابن عمك، انت وابوك. يا حبيبي افهم، يا عادل افهم، الايميل دون معلهوش اي فلوس. لا راجل، ببلاش بجد؟ ايوه ببلاش. طيب لو ببلاش بقى بجد والنبي يعني، بص بقى تعمل لي ايه؟ عبي لي اربع ايميلات. معلش ايوه ايوه اهو، اكتبي بقى معايا. ايوه قصه حياه، ايوه سيجموند فرويد. يلا يا صبري. قصة حياته، قصة حياته، حرام عليكي. ايه يا سناء سناء، انت بقالك ساعة عمالة بتقولي خمس دقايق خمس دقايق. معلش يا عادل، خمس دقايق بس، خمس دقايق. حرام عليكي، المعلم مسخوط زمانه دلوقتي، وصل عياط بيعيط هناك. ايوه يا صبرا. يا صبرا ايوب. ايوه خليكي معايا بقى، بصي هنقلب ورا
حوالي 40 صفحة بس. أيوة نبذة تاريخية عن أيوة عن كل الشخصيات التي عاصرته. عاصرته إيه؟ ده أنا اللي اتعصرت قدامك يا سناء. لا 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 impossible، مش معقول اللي بتقوليه. لا لا احكي لي عشان خاطري من فضلك. لا مش معقولة كل ده حصل. لا 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 عندي وقت كتير اسمعك حبيبتي. لا قولي بس، قولي لي بالتفاصيل المملاتوس خالص. اوكي طب احكي بقى اللي انا قلتيهولي ده دلوقتي، احكي لنا جلاء كله بالتفاصيل مملاتوس. ها اهي معاكي. ايه يا جماعه بطلوا حكايات الف ليله وليله دي. زمان المعلم دلوقتي يا ستي موجود في المنيا. وصل المنيا، وصل المنيا بسرعه. ايوه يا طنط ليلى. لا 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 انت الحكايه دي حكيتيها لي امبارح، حتى بالاماره قعدنا نتكلم مع بعض ساعتين. بصي ساعتين ايه قاعدين بتتكلموا في ساعتين؟ انا زعلانه منك، ازاي تكروتيني في المسلسل بتاع امبارح؟ لا 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 ما قلتليش ان المعلم عاشور اتجوز على مراته فوزيه. المعلم عاشور اتجوز على مراته، والمعلم مسخوط زمانه بيشرب عصير قصب في اسيوط. يا بنتي بقولك انا معايا الدليل والبرهان دلوقتي، المرجع اللي قدامي ده عن الموضة الفرنساوية في عصر لويس التاسع عشر في القرن التاسع عشر. يا سلام، هو عشان لويس التاسع عشر يبقى القرن التاسع عشر اي كلام وخلاص. بقولك ايه، مستعجل. يوه ما تركزي معايا بقى يا صابرين. بقوم اتنين، مش كانت صابره بقوم صابرين. الفصل ال13 والفصل الاخير هيجي امتى بقى؟ ايه ده؟ حدش بيتكلم في التليفون؟ الحق بقى اكلم المعلم مسخوط. يا نهار ابيض، حد يفتح يا جماعه، يا اخوانا حد يفتح. ايوه حاضر 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 حاضر. صباح الخير. صباح النوي تحت امير. انا بقالي 10 دقايق واقف على الباب. ايوه انا عايز ايه حضرتك؟ معايا فاتوره التليفون. فاتوره التليفون. طيب متشكرين قوي يا سيدي. شكرا. العفو. ايه 3700 جنيه؟ 3700 جنيه حرام عليكم، حرام عليكم. انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ حرام عليكو، 3700 جنيه فاتوره التليفون. معلش يا عادل اهدى اهدى، تملك اعصابك يا حبيبي، والحق بقى اتكلم عم مسخوطه ده قبل ما يوصل اسوان. مسخوط مين؟ مسخوط مين؟ ما خلاص باظت اساسا الصفقه، انا كنت هكسب فيها 2000 جنيه وفاتوره التليفون 3700 جنيه. خلاص بعد كده مفيش تليفون. 3700 جنيه فاتوره التليفون ليه؟ طب وفيها ايه يا دول؟ انت دايما كده هون بتكبر المواضيع يا عم، وبتعمل من الحبه كبه تاخدك يا اخي. يا اخي انت بتتكلم في ايه وانا بتكلم في ايه؟ مش كفايه الفاتوره المهببه اللي جايه لي دي؟ انا مش عارف اعمل ايه، والله ما عارف اعمل لهم ايه. ومش كفايه يا استاذ يا اللي عامل لي فالح الراجل اللي احنا بعتناه الاقصر بدل ما نوديه سقاره؟ طب وفيها ايه يا دوله؟ يعني ما هو الاثنين فيهم اثارات يا دوله. انت جبت التايهه فعلا، الاثنين فيهم اثارات، بس واحده بقى في الشمال وواحده في الجنوب. طب وده ذنب انا بقى اللي اخلي بقى واحده في الشمال وواحده في الجنوب يا دوله بتيجي تلومني؟ لا ذنب انا يا استاذ، ذنب انا ان انا استعنت بيك ووظفتك عندي وخربت بيتي يا رمزي. يا استاذ عادل، انتوا مش هتشربوا حاجه بقى ولا ايه؟ عايزين 3 كوكتيل يا حته. ايه 3 كوكتيل دي؟ ليه 3؟ ما احنا 2 بس يا دوله. يمكن في ضيف يجي ولا حاجه. ضيف ايه واحنا قاعدين في الصالون؟ ياض مش كفايه فاتوره التليفون ام 3700 جنيه؟ يا نهار اسود، 3700 جنيه فاتوره التليفون؟ طب ده القهوه اللي اسمها قهوه والتليفون بتاعه تجاري ما بنتكلمش ب 1000 جنيه، ودول بتتكلم بيهم لوحدك يا استاذ عادل؟ لا يا سيدي مش لوحدي، معايا في البيت 6 ستات كل واحده فيهم بتمسك التليفون بالنهار وبالليل، لدرجه ان انا ما برجع بالليل بلاقي التليفون بينهج يا عيني. هم الستات دول برضه رغايين، بوعد دول 6 ستات. يعني اقول لك إيه؟ انت بتتكلم على ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتتكلم على اهل بيتي؟ انت بتستهبل يالا ولا ايه؟ انت بتتدخل في الامور الشخصيه ليه؟ حق عليا انا غلطان، مع اني كنت هحلها لك واريحك من الفاتوره الجايه خالص. تريحني من الفاتوره؟ ولا رمزي قوم يلا. نعم. قوم اتفضل يا حته، اتفضل قوم يلا قوم. ما هو دول حته. تشرب ايه؟ مش هشرب من القهوه هنا عشان المشاريب هنا كلها مضروبه والشاي بتاعها كارف. هات من القهوه اللي جنبينا. ولا رمزي بسرعه 2 شاي من القهوه اللي جنبينا بسرعه. عينيا يا دول هوا. قول لي بقى ايه الحل يا حته؟ تعمل يا باشا زي المعلم بتاع القهوه، تعمل كوين للمكالمات التليفونيه. كوين اما حته؟ ايوه. لا حتة فكرة يعني فظيعة والله. وعندك 2 شاي وواحد كوكتيل كبير ليا من القهوة اللي جنبينا عشان شاي القهوة دي كارف. هلا يا رمزي. نعم. ايه اللي أخرك في المكالمة؟
السخافه دي؟ يعني ايه يبقى فيه تليفون في البيت بكوين؟ انت فاكرنا قاعدين في قهوه هنا ولا ايه؟ ايوه قاعدين في قهوه، وروح هات لي ثلاثه شاي يجري يلا. يا عم بقى بس بقى، قصدي معلش بقى، ممكن اعمل مكالمه صغيره عندي كده؟ مكالمه صغيره؟ وانت عمرك عملت مكالمه صغيره؟ اكيد في المكالمه دي هتتكلمي مثلا على ابن فرويد فياخد لك اربع خمس ساعات. انا بدي لكل واحده فيكم خمسه كوين كل اسبوع، وديتيهم فين؟ سناء سناء، انا عندي اتنين كوين، انا ممكن ابيعهم لك بس بفلوس كتير قوي. يا شغل السوق السوداء ابتدى بقى. انا الكوينات بتاعتي خلصت وعايز اعمل مكالمه ضروريه جدا عشان اعرف الحلقه الثانيه في التليفون. يا ماما مادام انت بتحبي قوي الاذاعه السمعيه، ما تسمعي الاذاعه يا ماما، ما تفرجيش على التلفزيون كده. عايز تحرم امك من متع الحياه السمعيه والبصريه؟ مش احسن ما تحرمون انا من متع الدنيا كلها فاتورة التليفون ب 3700 جنيه؟ حرام عليكم. انا بقى مش محتاجه لان انا عندي كوينز كتيره جدا جدا، واصلا انا دلوقتي اتكلم براحتي. طبعا مدي لمراتك كوينات اكتر من الكوينات اللي انت مديها لنا. لا طبعا يا حبيبتي، انا عندي قدره خاصه للادخار المستقبلي، وبعد كده كمان ياسمين ادت لي كل الكوينز بتاعتها عشان هي اصلا مش محتاجه تتكلم في التليفون. شفت الاولاد بيعملوا ايه مع اهاليهم؟ مش انت خساره تربيتي فيك. طب يا بنت، انت يا بنت ما تديني انا كوين كمان علشان يمكن ابيع واكسب فيه. لا ده احنا دخلنا على البيزنس بقى. كوين الطازه، كوين الفريش، كوين الفريش، اللي عايز يعمل مكالمه. السلام عليكم. دايم لوجه الله. يا جماعه انا عايزكم في موضوع مهم جدا. وحدوه، انتوا مش هنا ولا ايه؟ ايه ده يا عادل؟ ايه الفضيحه دي؟ فضيحه ايه يا ماما؟ الواد رمزي عشان لابس اللبس ده لبس مساعد حانوتي، انا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي لان الواد ده شاطر قوي يعني. الحمد لله، وان شاء الله بامر الله هبقى حانوتي قد الدنيا. يا سلام، وانت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده؟ طبعا يا نقنق، ده انا هموت من الفرحه. المهم تموت يا رمزي، سيبك بقى من الفرحه دي، انا اللي هفرح لما ادفنك بايدي. يا لا يعني انت عاوز ايه دلوقتي يا حنوتي؟ انت عايزنا ان احنا نعمل لك حفرات على الارض؟ لا لا لا، من غير حفرات ولا حاجه، رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده مش كده؟ هذا ولا يا رمزي؟ طبعا يا معلمي. امال ايه؟ انا عايزكم بقى في حاجه ثانيه خالص، انا عايزكم يا جماعه تساعدوني ان الاقي اول زبون ادفنه بقى ان شاء الله. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني عايز تاخد واحد مننا يعني تبدا بحياتك؟ لا لا انتوا لسه، بس ان شاء الله على ايدي برضو، ما تقلقوش يعني. لكن انا بفكر في حاجه تانية خالص، انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب يخلص شحنه، تقولوا لي عليه اروح ازوره اديهم الكارت بتاعي، اول ما يموت يقولوا لي بقى عشان اروح ادفنه بقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا، انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يا دي الخيبه؟ يا ابني فكر في مراتك، تقول انا متجوزه حنوتي؟ فكر في اختك لحمك ودمك، لما حد يجي يطلبني عريس اقول له ايه؟ روح اطلب ايدي من اخويا الحنوتي؟ فكر في بنتك ياسمين، تقول ايه لزميله في المدرسه؟ بابا حنوتي. مش احسن ما تقول لهم بابا مفلس؟ يا جماعه ارجوكوا لو سمحتوا انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعه، ادوني اسماء بقيه العيله اللي قربوا يقطعوا شحن بعد اذنكم. يلا يا معلمي يلا، احنا باين علينا كده اهو، مفيش اكل عيش لينا هنا اهو. يلا ماشي، يلا بينا يا رمزي، يلا بينا. عموما انتوا الخسرانين، بعد كده هتتحايلوا عليا عشان تشتغلوا معايا وانا اللي هرفض. يلا وحدوه. دايما لوجه الله. يا جماعه اتفضلوا، مفيش حد غريب. هناء وامل اخواتي احفاد المرحوم جدي. وحضرتك كويس ان انت استعنت بيا يعني، وانت عرفت عنواني ازاي؟ انا لقيت ورقه في الارض مكتوب عليها حانوت السعاده الابديه، فاتصلت بيك فجيت. حضرتك يعني متأكد ان هو مات يعني؟ ان شاء الله يكون مات، لانه كذا مرة قبل كده تجيله غيبوبة نص ساعة ونفتكر انه مات يصحى تاني، المرة دي بقاله ساعة ونص، فان شاء الله يكون مات، صح ولا ايه؟ لا ان شاء الله يكون مات بإذن الله يعني، والف يعني بإذن الله. الباقي في حقكم يا جماعة، شد حيلكم مال. ايه يا عم؟ انت هتخطب؟ خش في شغلك وخلصني. واضح ان مش حضرتك بس اللي مستعجلة على الميراث يعني يا استاذ شاكر. الله يرحمه كان بخيل ومطلع عينين الكل. ده احنا مشفتاش معايا يوم واحد حلو. خلاص يا اخوانا بقى، الباقيه في حياتكم يا جماعه يعني، شد حيلكم مال، ما تخلونيش اخش اولع في المتوفي. وحدوه، انا جاهز يا معلمي. جاهز بعده الدفن على طول، مش في حاجات بتعمل؟ اتفضل اتفضل. هي الاوضه دي؟ ايوه اتفضل. وحدوه. دستور. لا اله الا الله. و
يلا يا رمزي ما تثبت يلا ايه الرعشه اللي انت فيها دي يلا يا دولا يعني انت اللي مش خايف انت اللي مش خايف لا دولا مش خايف انا مرعوب يلا طب هنعمل ايه دلوقتي يا دولا بص بقى يلا رمزي انت هتروح تكشف المتوفي وبعدين انت هتغسله بقى وبعدين انت هتقوم بقى تدفنه بالكفن ولا الحاجات دي وبعدين انت بقى تدفنه بقى وخلاص ايه يا دولا اللي انت مش هتعمل حاجه يا دولا يلا هو كل حاجه انا اللي عاملها مش انت المساعد بتاعي يلا انت اللي جاي تساعدني امال هتساعدني ازاي يلا ايوه دولا ما انا المساعد بتاعي بس انا جاي اتعلم منك طب بص عشان تتعلم هات دول وخش عليه اكشفه بس بالراحه لان المتوفي بيحس ان هو ميت باين ولا ايه يلا 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 عمل لك ايه؟ انا دول اقدر ظروف يا دول اقدر ظروف وانا مين اللي يقدر ظروفنا يا لأ يخرب بيتك مين اللي يقدر ظروفنا؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي يا معلمي؟ معلمك ايه؟ وانت شايفني واقف في سلخانة بس انا جات لي فكرة يا لأ جات لي فكرة ايوه احنا ناخد بعضنا كده ومن عصرها ونروح لا نروح يا لأ عايز تشمتهم فيا يا لأ يلا بقى هنعمل ايه؟ بس بهدوء احنا ايه انا وانت هنهجم على المتوفي هجمة رجل واحد اللي هو مين اللي هو انت وبعد كده نخلص على طول بعد كده هي دي بس عشان اول مره بعد كده اما نتعود بقى نخش على الميت تك 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 نخلص على طول لا لا خش انت تك تك الاول وانا بتعلم وراك انت وانا وراك يا دول انا وراك انا مش فاهم انت خيخة ليه يلا كده ما تخش يا ده على الحته وخلص يا مالك يا رمز في ايه ولا غاز شايف اللي انا شايفه ولا ده الحكايه باين عليها بقت مرقبه خالص انت مين وايه اللي جابك هنا حضرتك انا حنوتي وده المساعد بتاعي حضرتك علينا الكلام ده يا حرام يا نوري منك ليه انا هطلب له البوليس صح انا حرامي وعايز البوليس انا حنوتي هو حرامي وعايز البوليس هو حر بس حضرتك انا حنوتي كنت جاي انا عشان اتصرف مع حضرتك يعني انتوا حراميه لا حضرتك والله مش حراميه ولو حضرتك مش مصدقنا ممكن تسال شاكر حفيد حضرتك يعني يا ولد ولد يا شاكر ايوه جد تحت امرك انت صحيح جبت الحنوتي ده والمساعد الحيوان اللي معاه ده فاكرني مت خلاص انا ما اعرفهمش اساسا يا جدو وبعدين يعني ايه مات واحد نام له ساعه يبقى مات ساعه ونص وانت بقمرت كمان ما كنت مستني الورث ورث ايه يا حرامي منك ليه جدو حبيبي مش مخلينا عايزين اي حاجه طب حضرتك انا عندي قمره تانيه بقمره اخواته اللي اسمهم امل وهناء اللي قاعدين بره لابسين اسود ومستنيين موت حضرتك يعني جدو حبيبي نومي العوافي جدو خد العصير الحلو ده من ايدي هاتي خساره فيكو اظن بقى كده يا جدو عرفت انهم حراميه وكدابين حراميه وكدابين ايه حضرتك احنا مش حراميه ولا كدابين والله ده هو اللي قايل لنا ده احنا حنوتيه عاديين يعني اخرس يا حرامي منك ليه انا عايز البوليس بس يا حرامي منك له ودلوقتي كل واحد هياخد جزاءه منكو بحق الله عادل 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 يا عادل 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 في ايه الساعه بقت 8:30 وبقالي شويه بقى صحيك 8:30 طب معقوله يعني رنا صحيني قبل ميعادي بخمس دقايق انت ايه ما بتفهميش خالص مش عادل انا ما بفهمش ايه الطريقه اللزجه المتزحلقه دي اللي انت بتكلمني بيها ما يا هانم لما تصحيني قبل ما اصحاني بخمس دقايق تبقى ما بتفهميش وتستاهل الضرب وبالخرطوم كمان بالخرطوم عايز تضربني بالخرطوم يا عادل حرام عليك طب افرض بقى الخرطوم كان فيه ميه اغرق انا يعني ولا اغرق اقفل المحبس واضربك بال يا رانيا يا رانيا ايه الملح اللي انت حطاه في الفول ده ملح زياده بقالنا 10 سنين متجوزين ولغايه دلوقتي مش عارفه تظبطي الملح في الاكل الا النسب الا النسب
لسه بكلمني عن اي حاجه الا النسب. شوف انا المراه النسبيه، انا حاطه الملح على الاكل بشكل مطابق للمعايير الجوده العالميه الايزو. انا ماليش دعوه بالعلمانيه اللي انت بتقولي عليها، انا عايز المعايير دي طبقا لبطني يا هانم. يا حبيبي افهم افهم، انا عامله خلطه جزيئيه بحيث ان انا بحط الملح على الميه بنسبه 1 لـ23 وربع بوصه في الميه علشان الاكل يبقى عباره عن جزيئات، جزء جزيئ يعني منه ميه وجزيئ اخر ملح وجزيئ فول. بعد كده بقى الاكل لما هينزل معدتك هيحصل له حاله انشطار فتشبع. انشطار؟ انت بتقولي لي اي كلام؟ اي كلام بتقوليه وخلاص؟ انشطار جوه معدتي ليه؟ معدتي مفعل بقول لك مش واجب. احسن ويكون في معلومك، يكون في معلومك ان اسلوبك في الحوار معايا اصبح متدني واصبح لا يطاق يا عادل. هو ده اسلوب يا رانيا، هو ده اسلوبه. اذا كان عاجبك بقى انت هتفهمين النهارده اسلوبي عامل ازاي في الحوار. هو اسلوبي كده ومش هعرف اغير اسلوبي، هو كده من يوم ما اتولدت انا كده. الله مالك يا عادل في ايه؟ نعم نعم الله في ايه؟ مفيش. بابا بابا بص يا بابا الرسمه دي. ايه الرسمه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه رسمه ايه دي؟ ايه يا بابا؟ رسمه الربيع. ربيع ايه؟ ده خريف. ودي رياح خمسين. رياح خمسين ايه؟ ما دام ما بتعرفيش بترسمي ترسمي ايه بس يا ياسمين؟ يعني يا بابا الرسمه مش عاجباك؟ اه مش عجباني، رسمه وحشه. ما دام ما بتعرفيش ترسمي ارسمي اي حاجه سهله، ارسمي حمار، ارسمي معزه، لكن الرسمه اي كلام اي كلام. الله ايه يا عادل انت بتكلم البنت كده ليه؟ معلش يا ماما ما احبش حد يتدخل في تربيه البنتي. بس مش معقول كده كمان، دي طفله يا عادل وملفظاتك وحشه معاها، خلي ملفظاتك سعد معاها. ملفظاتي يا حماتي لو سمحتي ما تتدخليش بيني وبين بنتي يا حماتي بعد اذن حضرتك، كفايه ان انت مش عارفه تربي بنتك اساسا. ايه اللي انت لابساه ده نجلاء؟ انت رايحه السيرك ولا ايه؟ في ايه يا ابي؟ في ايه؟ ايه اللبس المهبب ده؟ خش غيري خش غيري. استنى بس خش غيري خش غيري. انا مش عايز كلام. ما لقوش حاجه. معلش يا دولا معلش، خد يا عم ده انا تلميذك، جرب اخر شريط كده هتلاقيه فريره. وريني يا سيدي، انا بس غلطان اني اعتمدت عليك. الله الله حلو حلو. يا ابني انت فرح يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه دولا مش لازم اسيب بصمتي يا دولا؟ اه على اساس ان انا خبير بصمات يعني هعرف ان دي بصمتي، يعني هعمل بيها ايه بصمتك؟ انا مش فاهم انا. معلش شغل 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 بس يا دولا. شغل شغل ماشي ماشي اما اشوف. الاثنين ساكتين ما بيقولوش حاجه ما بيقولوش حاجه ولسه ساكتين لسه قاعدين ساكتين الاثنين. يا دي انت بتعلق على ماتش يا هلا، بتعلق على ماتش. ايه دول يعني كنت اسيب بقى الحته دي انفضي في الشريط اللي احنا شارينه ولا ايه؟ اه تقوم انسني بصوتك يونسني يعني وانا بفرغ الشرايط. تخرب بيتك. يلا يا عادل ما تسمعنا بقى، عايزين نعرف النهايه، احنا قاعدين ورا متشوقين. يا ابني سمعنا بقى. ايه يا جماعه هو انا ايه ده؟ فيلم عربي قاعدين كلكم مستنيين يا اخوانا؟ دي شرايط تجسس والتصنت، لازم الواحد يبقى حريص فيها ما يسمعهاش لاي حد يعني. يا بيبي يلا بقى، احنا كلنا لافه عشان عايزين نعرف العصابات ازاي بتقوم بعمليات الصفقات المشبوهه. ما تشغل الشريط بقى يا ابي وخلاص. حاضر حاضر، على اساس ان انا يعني بسليكوا وبحكي لكم حدوته قبل النوم. الله ما تشغل يا ابني الشريط بقى. حتى انت كمان يا ماما. حاضر هشغله. حاضر. ايه ده الشريط خلص ولا ايه؟ ما اصل يا دولا بقى كان في اخر الشريط الحته دي. طب وما قلبتش الشريط ليه؟ ما انا بقى ما رضيتش اخرجه بقى من بره الكاسيت بقى دولا. خايف تخرجه بره الكاسيت هيجي له برد. انت على طول تبوظ لي كل حاجه كده. يا عادل عادل ارجوك يا بيبي اوعى اوعى تلجا للعنف. هو اللي يلجا للعنف دول يطحنوه. لعلمك بقى سناء انا ما اخشش عمليه ابدا وكون خسرانه، لازم ابقى واثق بالعمليه قبل ما ادخل فيها. يعني هتعمل ايه؟ أول حاجة لازم أدور على الراس الكبيرة، لأن أنا ما يهمنيش التجار الصغيرين، أوصل للراس الكبيرة أسلمه وأخد المكافأة يبقى صاحبي 100 100. طب ما تبلغ يا أبي وتخلص. أبلغ؟ لا، وصاحبي تضيع عليه الترقية والمكافأة استحالة، مش أنا الند اللي يعمل كده. وبعدين لعلمكم بقى أنا طلبت معايا لأول مرة في حياتي أعمل حاجة لمصر، مصر عمري ما عملت لها حاجة قبل كده خالص. طب افرض حسيت لمؤاخذة إنك هتتهزق؟ هنسحب فورا، مصر فيها 80 مليون، أي حد يعمل لها حاجة بقى. أهم حاجة بس يا إخوانا أوصل لكلمة السر. ولما تعرف كلمة السر هتعمل بيها إيه؟ وهتعرف بقى كلمة السر إزاي بقى إن شاء الله؟ هتقعد مع العصابة تقول لهم والنبي والنبي قولوا لي كلمة سر؟ ما تعملها، ما أنا عارف دماغك. أنت اللي عارف أنت اللي عارف دماغك، أنت فيك دماغ أساسا. غريبة أوي، مفعول الحباية المفروض يكون انتهى من زمان.
انت اللي بتقول لنا كده يا دكتور؟ ده انت المفروض تطمنا، انت كده بتقلقنا اكتر ما احنا قلقانين. ما تقلقش، هو خلال ساعه هيفوق، هو بدا يهلوس خلاص. ساعه ايه؟ ما ينفعش ساعه، ده العمليه هتتم على طول، وبعدين حضرتك لازم يبقى موجود لان هو ده الضابط المسؤول عن العمليه. طب يا دول ما تكمل انت. اكمل ايه يا اخي؟ لا انا اخري ان انا اراقب، اكتب معلومات، حاجات زي كده، لكن اقف بين عصابتين بيتاجروا في السلاح، طلقه تيجي من العصابه دي، طلقه تيجي من العصابه دي، وانا في النص. لا طبعا ما تشوف حل يا دكتور. بعد الشر يا دولا، طبعا بعد الشر. ايه ده؟ دولا ده لسه عايش. انت عايزه يموت؟ ايوه لسه عايش الحمد لله. يا ابراهيم يا ابراهيم يا دكتور، شوف يا دكتور، شوف يا دكتور. المرحله دي اسمها انا عايش ومش عايش. عايش ومش عايش، ده وقت عمرو دياب. ما تشوف لنا حل يا دكتور بدل ما انت قاعد عمال بتغني كده. خلاص ما تقلقش، هانت خلاص. هانت بعد قد ايه؟ لان بعد خمس دقايق اسمها هانت، وبعد اسبوع اسمها هانت برضو. ماما جهزت لي الفطار ولا لسه؟ فطار ايه بس يا عم ابراهيم؟ قوم شوف المصيبه اللي هتحصل دي. يعني انا زمان كنت بحل الامتحانات مكانك، هحل لك شغلك ازاي؟ قوم يا ابراهيم. دول انا خاف العصابه تمشي من غير ما تموتنا. يهبل يهبل، يعني كل امنيتك ان العصابه تموتنا؟ ما هم لو موتونا هنموت يهبل. عادل سعيد، انا بعمل ايه هنا؟ ايه يا عم قوم، انت جاي تسأل؟ قوم بقى يا ابراهيم. الساعة كام؟ القضية، تجارة السلاح. ما تقلقش، انا مظبط كل حاجة، والعصابة ظبطتها، وهنقابل رئيس العصابة كمان خمس دقايق. قوم بقى يا ابراهيم. يا ابراهيم ابراهيم يا دكتور. يام ايه؟ سونيا مالها؟ طب وديتها الحكيم ياما ولا لا؟ وجبت لها الدواء؟ ما تستخسريش فيها حاجة ياما. مش عايزة تاخد الدواء؟ لا لا انا مش قادر اصدق، مش قادر أصدق. انا جاي بنفسي يا اما. لا جاي جاي لك يا سونيا يا عزيز الحبايب يا حبيبه. جاي سونيا مين دي يا رمزي؟ امي يا دولا. ماما سونيا دولا، انت ما تعرفهاش؟ امي في الرضاعه، الجاموسه اللي رضعتني. الجاموسه امك يا ودي ايه؟ جالها جنون البقر ولا ايه؟ يا دولا تف من بقك يا عم. لا دولا هي عندها اكتتاب نفسي بس. اكتتاب نفسي ايه يا جهبل؟ الاكتتاب ده بيبقى في البورصه، اسمها عندها اكتناب نفسي، والاكتناب ده بتلاقي المريض بتاعه بيبقى ماشي على جنب كده. ايوه صح يا دولا، هي بالظبط كده، هون مكتنبه كده، هون لوحدها في الزريبه، ومش راضيه تتكلم مع حد، ومش راضيه تخرج او تتفسح مع اصحابها. يا دولا تتفسح مع اصحابها فين؟ يا العادات والتقاليد بتاعت البلد، اصحاب ايه؟ تخلي امك الجابوسه تمشي دي. لا 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 لا، ده احنا بلدنا بنفخر ان البلد الوحيده اللي رفضت ان البقر بتاعها يطلع على علب السمنه. يا دولا اصل انت مش عارف يا دولا، سونيا دي عندها اكتناب نفسي بسببي انا. دولا انا اللي مزعلها يا دولا. اكيد طبعا مفيش موبايلات بقى، مقصر في الموبايلات مثلا، ما بتكلمهاش في المناسبات ولا ايه؟ لا يا عم، انا عيد الاضحى اللي مات رحت بقى علشان انقذها من ايد الجزار المفتري دون من القرمه دي، ومن ساعتها دولا انا ما زرتهاش ولا شفتها. لا لا لا، ما انت برضه غلطان يا رمزي. فين يا ابني صله الرحم او صله اللحم مثلا؟ هي عشان كده يا حبه عيني يا دولا خدت في نفسيتها كده وشالت كده وحطت وماشي عماله تقول وسط البهايم في البلد كده وان ان انا ابن عق يا دولا، وهي حقها بصراحه دولا، وعماله تقول لهم ان انا ما استحقش ال 35 لتر لبن اللي انا رضعتهم منه. رضعت منها 35 لتر لبن؟ ده امك بخيله قوي. يلا دولا انا عاوز استاجزك في اجازه. خد اجازه. عايز اجازه مرضيه كده هون، اسبوع واحد بس يا دولا، اربع ايام وهتلاقيني هنا هون قدامك. لا ما دام الاسبوع بتاعك اربع ايام اتكل على الله، بس هخصم منك الاسبوع كامل. طب وليه لازمتها بس الخصوم دي يا دولا؟ بص اذا كنت انا بقى يا عم هجيب لك البديل. البديل؟ اوعى تقول لي بقى حته وفتله وابره والعيال دي، انا ما بستوعبهمش يا دولا. هم اصلا ما يستنضفوش يجوا يشتغلوا هنا يا دولا، ده اقل واحد فيهم بياخد مرتب اكتر مني 10 مرات يا دولا. امال هجيب مين يعني؟ الاستاذ فهمي اخويا. الاستاذ استيستو على طول؟ فهمي مين يا ابني؟ ده احمر منك يا دولا، ده كان مسافر بلاد بره علشان يكمل علامه يا دولا. تقول لي احمر منك يا ابني؟ يكمل علامه ايه؟ اكيد مسافر بلاد بره بيعملوا عليه ابحاث وتجارب ويشوفوا الغباء اللي عنده ده يستفيدوا منه مثلا، ممكن يعملوا عليه القنبله الغباويه اللي هيدمروا بيها القريه الذكيه. بص بقى يا دولا، هو ده اللي عندي بقى يا عم. الاستاذ فهمي جاي ياخد اجازه، فكتر الف خير وهخليه يجي يشتغل هنا مكاني في البازار يا دولا، واروح انا بقى اشوف ماما سونيا يا دولا. لا وبعدين انا محتاج كل ملين في علاجها، احتمال كده ان شاء الله اسفرها خارج البلاد تتعالج. تسفرها خارج البلاد؟ ايه هتوديها الفيوم على نفقه العمده يعني؟ مش عارف ادولا، مش عارف والله، قلبي موشوشني عليها. ايوه صح، سمعت قلبك وهو بيوشوشك. صح صح، اتكل على الله بره. طب وبالنسبه للاستاذ فهمي؟ اتكل يا ده على بره. ايوه الاستاذ فهمي بره يلا هيشتغل مكانه. يلا يلا يا دي يا بدوي. نعمل يا استاذ رمزي؟ خد الكوكتيل ده وهات لي كوكتيل تاني.
ولا كوكتيل تاني ايه؟ احنا اساسا متفقين هنيجي نشرب اتنين شاي، انت شربت كوكتيل، انا متفق اني هشربك شاي وهدفع لك ثمنه. خلاص يا دولا انا هطلب يا عم شاي بس بعد الكوكتيل والنبي دول انا بحبه. ماشي اطلب اللي انت عايزه وشوف مين بقى اللي هيدفع لك. ما انت كل مره بتدفع. بقى كده؟ كده يا معلم ميكروباص تبعت لي الطلبيه مقروص منها 10 وقيات من المخدرات. ايه دي دواقتي؟ كنت بدوق الصنف. الا بتدوق ولا بتحف ولا بتخنصر؟ يعني ايه؟ انت بتشكك في ذمتها معلم؟ بصراحة سوابقك دل عليك، ده اخر مرة عملتها مع امبراطور البانجو المعلم جاكسون كاراتيلا. ولا هو جاكسون كاراتيلا ده اخو نيلسون مانديلا؟ يمكن ولود عم يا دولا زينا كده. يا ابني احنا مفيش حد زينا يالا. دولا التجار دولا التجار ايه دولا؟ انا حاسس ان شكلهم مريب كده، يمكن تجار انابيب فاضية. انابيب فاضية؟ ليه بيملوها كوكتيل؟ اسكت. اخر الكلام، مدام قطمت عليا من البضاعة انا مضطر اقطم عليك من الفلوس يا كروديا. يبقى انت كده بتقول شر اشتغل. المعلم ميكروباص ما ينقص من حقه جنيه واحد. على كده بقى انا هخلي الدم للركب. وريني فاهم يا مترو، قصدي يا توك توك. انت عايز يا راجل؟ اخر مره عملتها مع داكسون قتلك اتنين من رجالتك وانت مستخفي بطرحة حرمة. يا نهار اسود انا بجد قوي بقى، يلا بينا يا حيوان. حلو قوي يا دولا، انا قلبي حاسس ان هما هيدبوا في بعض نار دلوقتي. قلبك ده يا رب يقف عشان يبطل يحس تاني. يلا يا دولا فرصة، يا دولا هيضربوا بعض دلوقتي وهتبقى زحمة يا عم، وبعدين نقوم نافدين بجلدنا ما ندفعش حق الكوكتيل. انا هطلب 4 تاني. اسكت كده هندب ببعض يا ميكرو ونفرج علينا اللي يسوى وما يسواش. يلا بينا لنوكر نتكلم فيه. محدش هيمشي من هنا لما اخد حقي. طلع الفلوس يا خيال. كده طلعوا السلاح يا رجاله. حلو يا دولا حلو. ولعت يا نهار ابيض. بس يلا بينا نكمل عركتنا عند مسلحان عبير العامية. يلا بينا. الحمد لله البوليس وصل في الوقت المناسب. الحمد لله. اثبت مكانك، المكان كله محاصر. اي حركة هضرب في الكوبايات. الكوبايات ما عملتش اي حاجة، انا قاعد من الصبح يعني وشاهد. اخيرا وقعتم في ايدي. اقبض على العصابة. عصابة ايه حضرتك؟ العصابة لسه خارجة وقال لهم يعلى على مزلقان عبير. اخرس يلا اقبض عليهم. حضرتك احنا ما عملناش. انت فرحان مش هندفع حق الكوكتيل يا دول. يخرب. دولا يا دولا، ده رابع كوباية يا دولا. ايه ده، انا اول مرة اشوفك بتشرب كوكتيل كده بالاشكال دي. ايه ده؟ ما هو ده يلا المشروب الرسمي للاغبياء امثالك. يعني المشروب الرسمي يعني زي الراعي الرسمي كده. مش عارف اقول لك يا رمزي، ما انت عصك مش هتفهم يعني. عموما يعني مش قادر اقول لك يا غبي، لان ما ينفعش اقول لك يعني لا تعيرني ولا عايرك، الغباء طايلني وطايلك. دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي؟ فاكرني مش سامعك يا دولا؟ ها انا كلمت نفسي. حته ايوه نعم. الباشا الحساب بقى حته عشان نمشي بقى. حسابك يا استاذ عادل، ادي 1+2 في 34 على 2 75، كل باشا 75 جنيه. 75 جنيه؟ ليه 75؟ اتفضل الورقه اهي واحسبها وريني كده. 1 في 2 بقى 1 في 2 بقى 1 في. ايه ده، انا نسيت جدول الضرب. ضرب يا استاذ عادل، ده جمع مش ضرب. جمع جمع يعني. وخمسة يبقى 85 جنيه يعني. ماشي. لا يا باشا 75 جنيه، انا بعرف احسب كويس. طب 75 جنيه. انا اصلي كنت بختبرك يعني على اساس بشوفك يعني حرامي ولا ايه. 75 جنيه اهو. ايه ده دول 75 ايه يا عم؟ احنا ادي حته شاربين كام كوكتيل؟ مش 5 كوكتيل؟ انا واحد ودول 4، والكوكتيل بكام يا عم؟ مش ب 3 جنيه يعني؟ 3 في 5 ب 15 جنيه بس يا دول، مش 75 يا عم. صح يا رمز، معلش عادل، يبقى حسابكو داخل على زبون تاني. معلش بقى هجيب حسابكو حالا اهو. ولا رمز، انت عرفت الحساب ده كله على بعضه مره واحده كده ازاي يعني؟ هو انت بتروح للدكتور ولا ايه؟ ايه دول انت فاكرني غبي؟ قصدك ايه؟ مين اللي انا مش غبي. اشتغل. ايه ده؟
كسرت التمثال يا غبي. ايه ده؟ معقوله ابني حبيبي يبقى غبي للدرجه دي؟ مش ممكن. لا 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 لا، انا هتبرى منه. انت مش ابني، انت غبي غبي. عدل لو سمحت، انا ما اقدرش اقعد مع انسان غبي في بيت واحد. انت غبي غبي. طلعني طلعني طلعني. ايه يا ياسمين مالك؟ كل البنات في الفصل معايا عمالين يقولوا لي يلا يا اللي بابا كذب. ليه يا رب؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ كل عيلتي عايزه تتبرى مني. لا الحساب هو يا معلم، وده الورقه اللي مكتوب فيها الحساب. وريني. انت غبي يا جدع، مش عارف تحسب 1+2 بكام يا غبي؟ حضرتك يعني معلش معلش حضرتك، انا هجيب آلة حاسبة صيني عشان تبوظ على طول يعني حضرتك. ولو حتى اشتريت كام بيوطة، انت غبي غبي غبي. حرام عليك يا دكتور، حرام عليك يا دكتور عقل، حرام عليك. لا لا لا، حرام عليك يا دكتور عقل، حرام 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 حرام. عادل يا حبيبي قوم يا حبيبي، مالك في ايه؟ يا ده كان كابوس. يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عادل، هو مين دكتور عقل ده؟ مش عارف اعيش بعد ما عرفت ان انا غبي. اعمل اي حاجه ابوس ايدك يا دكتور. اي حاجه ازاي يعني؟ يعني شوف لي اي علاج مثلا ينمي الذكاء، عمليه تلغي الغباء. لا ما ينفعش في حالتك اي عمليه. امال هعمل ايه يا دكتور؟ الناس كلهم بيتعاملوا معايا ان انا غبي، انا خايف اتكلم مع الناس لا يعرفوا ان انا غبي يا دكتور. الحل الوحيد وعلاجك ان انت لا تتارجح، يعني خلاص تقتنع وتتكيف مع الوضع بانك غبي. اتكيف اتكيف ماشي. انا ممكن اجيب تكييف في البيت واجيب تكييف في البازار، وممكن اغير العربيه اجيبها بتكييف حضرتك. مش هو ده التكييف اللي انا اقصده؟ انا اقصد تتكيف مع الوضع بانك غبي، يعني تفكر في كل حاجه كويس قبل ما تعملها. في الحاله دي تبقى بتفهم كويس. يعني ما حدش بعد كده ممكن يعدمني بالجزم ولا بالبلخ. ماشي ماشي يا دكتور، هعمل كده هتكيف مع الوضع. بس حضرتك ما قلتليش التكييف ده اجيبه كام حصان؟ غبي. يا ساتر يا رب، الدنيا حر نار نار. ولا ازازه ميه في الثلاجه؟ ايه شربت الميه كلها؟ دي حاجه غريبه والله. عندك حق والله يا انعام، انا خلاص مش طايقه انا نفسي بقى من البتاع القرف اللي في ايدي دي اللي مطلعه لي ميه نار في وشاتي. يا سناء ما تخفي ايدك على السشوار شويه هتخربيه. ما انت بتستعمليه بالعشر ساعات وما حدش بيقول لك اقفليه ولا بتريحيه ثانيه. اشمعني انا يعني؟ ولا عشان هو بتاعك هتزليه بيه؟ ماما ماما لو سمحت بقى قومي، خلت نجلاه من على الكمبيوتر عشان اقعد العب عليه شويه. يا بنتي يا حبيبتي، هي مش قالت لك نص ساعه؟ لسه نص ساعه ما عدتش. سناء خدي حطي لي الشاحن ده في الموبايل. ها يا عم، انت مش شايفني مشغوله؟ مش شايف ايديا مشغوله؟ ما تحطه لنفسك. ايه يا سناء؟ بقول لك حطي لي الشاحن في الكهرباء اللي فيها، عايزه يشحن شويه قبل ما انزل. بيبي امتى هترجع لنا البوتاجاز اللي بايظ بتاعنا وبيتصلح؟ انا بقالي اسبوع بستخدم بوتاجاز الكهرباء. وايه المشكله؟ استعملي البوتاجاز بتاع الكهرباء، الكهرباء موجوده، هتروح فين يعني؟ يلا يا سناء حطي لي الشاحن بقى في الكهرباء، يلا بسرعه. يا اخي ما تقرفناش معاك بقى، مش بقول لك ايدي مشغوله؟ وبعدين الشاحن بتاعك ده بيلمس، بقعد ساعة مسكة كده لغاية ما بيرضى يشحن الموبايل بتاعك. ماشي ماشي انا هتصرف خلاص. طيب خلاص بقى يا جماعة انا هتصرف، انا اقول خلطة نجلاء تقوم. اجل بس تعهبت اليوم، مش كفاية موقفاني في المطبخ بقالي ساعة بعملك عصير الفراولة؟ يعني ما حدش عايز يساعدني. ماشي انا هتصرف. يو يو يا عادل، مش معقوله بجد، مش معقول كده. انت شايفنا كلنا مشغولينين. الله هات يا عادل احطه انا، سيبك منهم. لا يا ماما بلاش انت عشان ما تتكهربيش يا ماما. يعني انت كنت عايزني انا اتكهرب؟ ما انت لو اتكهربت مش خساره يا ماما، ده مصر كلها تفرح يا ماما. انا هحطه في الشاحن. يا رب تتكهرب يا عادل. اتنين عايزين يقابلوك يا كبير. مين دول؟ بيقولوا ان هما من طرف الوقت حته الاهواجي. حته الاهواجي؟ طب خلوهم ييجوا بشوفهم عايزين ايه. بقول لك ايه، فتشهم. حصل يا كبير ونضاف. انزل
الله دول انا عايز الطوق ده احلى على عبيه في الشارع. حضرتك المعلم شكشوك؟ اه شكشوك. وشكشوك بقى بالبيض ولا بالجبنه؟ شربات هذا. وبيه الافندي ده؟ حضرتك ده الواد رمزي يعني المساعد بتاعي يعني بس. وماله داخل على دنيته كده بنفس مفتوحه؟ ايه ده يعني افهم من كلامك كده انك معترض ولا ايه؟ حضرتك انا مش مسؤول عن تصرفاته خالص. حضرتك عايز تغز بمطوه بسكينه باي حاجه براحتك يعني. الواد ده بيفكرني بصاحبي سوم الله يرحمه، كان غبي وانا ما احبش الاغبيه. ولا يا رمزي هيفهمك بسرعه. على اخلع على اخلع يا دوله. بيقول لك الاغبيه. انا مال انا كان زيك كده بيحب الهزار والفرفشه، ومره هزر معايا هزار ما عجبنيش. ما هزار ما عجبكش؟ طب وبعدين عملت فيه ايه يعني يا معلم؟ ده اللي فضل منه. دوله قتلته يا مجرم يا مجرم يا مجرم. لا فكرته، وده اللي فضل منه عشان يبقى تذكار للايام الحلوه. يا نهار ابيض، واحنا جايين يعني عشان ننرفز حضرتك؟ ايه اللي فكر حضرتك بالايام الهباب دي؟ اؤمر حضرتك. يعني انا عادل سعيد صاحب بازار، وبنتي ومراتي وامي عايشه. وانا بقول لك قدم السي دي بتاعك ولا ايه؟ خلصنا، انا مش فاضي. كان زمان فتحت لي خزنه. او فكرت اللي فند اللي جابك ده عجبك؟ عموما يعني حضرتك، يعني انا بنتي اتخطفت وجاي لحضرتك يعني عشان ترجعها لي. وانا مالي حضرتك؟ هم قالوا لي ان انت عم المنطقه والكبير بتاع المنطقه دي كلها، يعني كل المجرمين وكل الخطافين والنصابين والنشالين تحت. ايوه صحيح، انا عم المنطقه، انما الناس الخسيسه دي ما بتعملش معاهم. طبعا حضرتك ما تعرفش الناس الخسيسه دي. اللي قول لي، هو انت تعرفه؟ الشنقيط هو اللي خطف البت. شنقيط مين يا ابني؟ حد فيكم يعرف الشنقيط ده؟ لا يا معلم. حضرتك الشنقيط ده معروف جدا، ده اخباره ماليه الجرايين. يا ابني ياما الجرايد بتتكلم، وياما بيتكلموا عن ناس في الهجايز، وياما ناس بتشغل ناس بناس عشان يشغلوهم عن المصايب اللي هم فيها. المهم يعني حضرتك، يعني مين اللي ممكن يكون خطفها؟ عفريت يعني خطفها؟ عفريت ايه يا ابني بس؟ ما عفريت الا بني ادم. بس عايز اقول لك حاجه، الشغل ده مش شغل محترفين، ده شغل هواه. شغل محترفين ايه وهواه ايه؟ هو حضرتك المنتخب القومي اللي خطفها؟ منتخب ايه يا دوله؟ ده شكله كده الكابتن حسن شحاته بذات نفسه، بس من غير الباروكه. شربات يالا. تسلم يا معلم. حضرتك يعني كده يا معلم مفيش فايده ولا ايه؟ مين قال كده؟ شكشوك لما يقول لك هيجيبها يبقى هيجيبها. طبعا مش شكشوك ولا. اسكت يالا بقى، اسكت بقى يالا، يخرب بيتك. ثانيه واحده يا معلم، ثانيه واحده. نمرة غريبة ممكن. ألو. أيوة ها، هتسلمني ياسمين؟ طيب كم؟ 6000 جنيه؟ غليت لي المرة دي. عشان بسلة غليت. ماشي يا سيدي، 6000 6000. المهم بقى هتسلمهاني امتى وفين؟ في البازار الساعة 6. لا 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 عيب، بوليس ايه اللي انا اكلمه؟ ما تقلقش خالص، انا ما بكلمش بوليس، انا بكلم صحابي يعني. ماشي مع السلامه. مع السلامه. هو ده المحروس؟ هو المحروس. اطمن عادل بيه، هنكون موجودين وان شاء الله يومه هيبقى اسود، مش كده رجاله؟ مظبوط يا معلم. ربنا يخليك يا معلم، بس اهم حاجه والنبي بنتي ما يحصلهاش حاجه. اطمن عادل بيه، بنتك لو في البنتاجون هنجيبها وبدون اي خساير. يا سلام، خلاص يبقى ميعادنا في البازار الساعه 6 ان شاء الله. يبقى ان شاء الله الساعه 6. بس بقول لك يا عادل بيه، سيب لنا الواد ده شويه. اوي اتفضل معانا. انا خفيف انا خفيف انا خفيف. ايه يالا، ايه مالك قلقان ليه؟ ده هيبسطوك قوي مش كده يا معلم؟ طبعا، ده احنا هنركبه المراجيح ونوديه الملاهي. لا لا يا دولة، ما بحبش بدوخ من المراجيح يا دولة. خلاص ركبوه الزقازيق. ها؟ لا يا دولة، ما بحبش يا دولة. ركبوه دمياط. ماشي، ما تقلقش يا دولة. والنبي يا دولة. الو. ايوه ايوه انا جاهز بالفلوس. ايوه يا عم ما تخافش، ما بلغتش البوليس ولا حاجه. المهم ياسمين هشوفها ازاي؟ هتبعت عيل صغير ياخد الفلوس؟ ماشي، بس ياسمين. الو اخرب بيتك يا شكشوك، ايه اللي اخرك كده؟ انا مش عارف ايه ده. ايه فيلم الرعب اللي انا فيه ده؟ انت مين؟ انت من اشبال العصابات ولا ايه؟ عايز فلوس؟ عينيا يا حبيبي هديك فلوس، بس قبل ما اديك الفلوس اشوف وشك. تعالى هنا، تعالى. رايح فين؟ وريني. ايه ده ياسمين؟ بابا عملتي ليه كده ياسمين؟ عملتي ليه كده؟ انا مش فاهم.
هو ده اللي خطب بنتك يا عادل بيه. قلعوا الماسك عشان اشوف مين ده. محدش يقلع لي، انا اللي هقلع بنفسي. اهلا لوست عدوي. انت عارفه عادل بيه؟ ايه اللي عارفه؟ ده لوست عدوي السواق بتاع الباص بتاع ياسمين. ما انا قلت لك يا عادل بيه انه مش مجرم قراري من الاول. عملت ليه كده يا استاذ عادل؟ بص يا باشمهندس عادل، انا ماليش ذنب في اي حاجه، انا سواق اتوبيس. البنت ياسمين بنتك دي بنت الذكيه، هي اللي جابت الماسكات دي وقالت لي نعمل كده. ياسمين هي اللي قالت لك؟ عملت ليه كده يا ياسمين؟ بابا انت السبب. انا السبب ليه بقى؟ انا اللي قلت لك اختفي نفسك؟ لا يا بابا، انا لقيتك مش مهتم بيا فجاه كده، فعملت الحركه دي عشان انت تهتم بيا. يا سلام يا سلام على الاب لما يهتمش ببنته. بص يا باشمهندس عادل، انا هموت نفسي والبسك جريمه واقول انت السبب. اوعى سيبه سيبه يموت نفسه ونخلص منه واحنا باقيين عليه ليه؟ موت نفسك يالا. من الاول وانا حاسس انها مؤامره عليا. بس مهندس عادل، انت عايز توديني المورستان من تاني؟ لا مش انا، مش انا. انت كده كده رايح المورستان، وانت فكرك يعني المورستان هيسيبك؟ سلم نفسك، المكان كله محاصر. المكان ايه اللي محاصر؟ ما يفك الحفل اللي فيه ده. لا لا، انا ما اروحش السجن، السجن مفوت اتوبيس، وانا عدوي احب اسوق اتوبيس. بيب 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 يا جشمه. اهلا اهلا يا معلم شكشوك، دي فرصه سعيده جدا. انت ليك في خطف العيال الصغيرين اليومين دول؟ لا يا باشا، انا جاي اساعد الحكومه. كده برضه عادل بيه تغدر بيا وتبلغ الحكومه؟ والله ما بلغت حاجه، انا زي ما اتفقت معاك. حضرتك مين بلغك؟ امال المدام هي اللي بلغتنا عادل بيه، وكان مفروض سعادتك اللي تبلغنا من الاول. شفت اهو، المدام هي اللي بلغت. يعني ماشي يا رانيا ماشي، بتحرجيني مع الحراميه اصحابي ومع عدو الجزمه. سيادتك لقيت الشوال ده في عربيه العصابه يا باشا. وده في ايه ده؟ دولة. انا هنا عروسك يا جزمة. دولة حبيبي، دولة كده، دولة تسيبني في ايد العصابة المفتريين دول. هم اللي عمل فيك كده يالا؟ ركبوني المراجيح يا عمو، انا مش عايز اركب المراجيح. وريني عينيك يالا. اهي دول. ولا يهمك يا رمزي، انا هعالجك من الحول اللي جالك ده. والله دولة ازاي دولة؟ احط صباعي الاثنين واقوم جايب ده كده وجايب ده كده. يلا استعد. ربنا يخليك يا دولة يا رب. فين